هل تعرف ان تتعامل مع هذا بعد التمويل ها هذا سبب التمويل هذا بعد الماركت ده 100 واحد ما عارف
ما قصرت والو انا سلت واحد من هادو لا انا ماشي واقف عليهم ما واقفش عليهم انا ما واقفش عليهم قلت لك هذا يقول يا خاي لا ما بغيتش هذا انا بغيت هذا ايه بعد قول لي زيد يا خاي ها هذا اللي بغيت ديالك الساعات وكل شيء يعيد وكل شيء صافي نشوف حالنا وفينا كاين 250 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 كا